الملل انا مش شايفه انه هو جاي من الجواز، الملل جاي من الاشخاص. يعني ممكن الملل ده يحصل في السنه السابعه وممكن يحصل في السنه الاولى، يعني ملهوش وقت معين او ملهوش ظهور معين. ممكن مع مرور السنين او مع تكرار الروتين، او انه في حاجه هي بنعملها من اول ما اتجوزنا او من اول ما عرفنا بعض ولسه بنعملها، فطبيعي هيجي لنا ملل. زي الحال لو احنا بنشتغل فاكيد بعد شويه وقت بنمل، لو احنا بنعرف اشخاص معينين بعد شويه برضو هنمل منهم، سواء صحاب او ايا كان الروتين اللي احنا بنعمله. فالملل انا من وجهه نظري هو مش جاي من الجواز كجواز، هو جاي من الاشخاص لو مش بيجددوا. طب عمرو، هنا ازاي الواحد ممكن يعني يتجاوز الملل بقى بشكل عام؟ يعني هو ليه على اساس انه عمرو الدكتور النفسي؟ لا يعني برضو احنا يعني اصل برضو يمكن نور متحمله على الرجاله شويه. انا مش متحمله عمرو، ما احنا لسه سائلينك. قلت مثلا الرجاله ممكن هم سبب شويه، انا قلت من الاشخاص. من الاشخاص لكن مش من الرجاله بس. بس الرجاله الاكتر، علشان الرجاله بتحب الانتخه، مش عايزه اللي هو بقى ما فيش نخرج، ما فيش نسافر، ما فيش، يا اما ما فيش فلوس، يا اما ما فيش وقت، يا اما ما فيش صحه، يا اما ورايا حاجات. بذمتك الرجاله بس؟ بس ما ماليش مزاج مثلا، او عندي اتفاق مع اصحابي اتفرج على ماتش، او هنزل اقعد على القهوه، او هقعد على البي اس. مش دايما كلها في نفس الوقت على ما اعتقد، يعني ممكن تبقى اسباب بس اسباب متفرقه. ما هو الراجل بيمسك كده يعني كل فتره حاجه بيشبط فيها. شويه بي اس، شويه ماتشات، شويه كوره، شويه قعده. طب ايه المشكله يوم في الاسبوع ممكن يعمل كده؟ يوم في الاسبوع وانا بقى فين؟ طب ما انت موجوده طول الاسبوع طول السنه. لا هو شغال الست ايام، انا حقي ايه فين يعني؟ ان شاء الله يوم الاجازه تقعد مع صحابك وشغل. اتعلمي بي اس طبعا، لو اتعلمتي بلاي ستيشن تتعلمي بلاي ستيشن. يا سيدي ما بحبوش، انا حره، انتوا هتفرضوا عليا حاجه؟ العادي في اولا احنا يعني انا اقول لكم اقعدوا اتفرجوا معايا على مسلسل تركي؟ لا احنا ما بحبش. احنا كرجاله، احنا كرجاله فاروق، خذوا الخبره من افواه المذيعين يا جماعه. اتفضل افواه المذيعين. احنا كرجاله ما بنحسش بالملل ليه؟ ايوه لان الست كل دقيقة متجددين، كل لحظة بشخصية وفي حالة وفي طريقة، فانت هتمل في ايه؟ ده دي مقصودة على احنا بنتجنن. ايوه دي مقصودة على فكرة عشان ما تزهقوش، بتروح مننا خالص. لا مش بتنسى، احنا بنكبر دماغنا شوية في معظم الاوقات. يعني اغلبية الحاجات يمكن اللي ممكن فيها حاجات هتبقى فيها مشاكل، احنا بنكبر دماغنا من الاخر كده، مش عايزين مشاكل كتيره. انتوا اللي بتخلقوا مشكله وتعملوا بقى. طب بس ده بيعمل ملل يعني؟ الحاجات دي كلها بتعمل ملل يعني؟ دي الفلفل والشطه بتوع البهارات. طب احنا كمان بنعمل بهارات. احلى حاجه بتكسر الملل في الجواز الخناقات. أيوة والمشاكل. انا متفق على فكره. انت عارف كان في دراسه بتقول ان كثره المشاكل بتخلي علاقه يعني اقوى. ايوه ماشي، انا بس مش معظم الاوقات يعني. طب حد يعني يفكرني بالكلمه بتاعت ماري منيب في الفيلم إيه؟ اللي هي كانت على حط طوبه على طوبه، طوبه على طوبه، خلي العركه منصوبه. ايوه ايوه. الله 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 على الجد والجد. الله الله عليه. نوره نفسها هي اللي قالت. شفتي؟ بيحبوا الخناقات وبيحبوا المشاكل. واحنا سو كيوت والله، ذا كيوتست بيبول ايفر الرجاله دول. ما تتكلمش انجليزي. طب بنعدي ازاي؟ طب احنا ازاي ممكن نعدي الملل ده اصلا؟ يعني الملل ده ممكن نتجاوزه انك تشاركيه مثلا في بلاي ستيشن، ولا ان انا اشاركك في المسلسلات بتاعتك اللي انت بتحبيها، ولا الموضوع يعدي يعني ازاي ممكن اعديه برضه بينا وبين بعض كده؟